الحته دي انا كنت عايز اقف مع حضرتك عندها، وخصوصا ان دي تاني مره بتذكرها، جزئيه مسؤوليه اللعيبه بقى بعيدا عن الجهاز الفني والتوجيهات الى اخره. هل في مساحه ان احنا برضو نستغلط اللعيبه طول الفتره اللي فاتت، ولا لمجرد ان كل واحد فيهم اجبر على انه يلعب في مركز غير مركزه، فده بالتالي بيخلي المسؤوليه تتشال بالكامل من عليه؟ انا شايف الى حد ما ان حتى لو خديت كل لعيب يلعب في مركز ثاني غير مركزه، لازم يوريك على الاقل حد ادنى مرتفع من الجوده، يعني على الاقل، ولا ايه؟ متفق جدا. وبلاش، بص انا كمان هروح معاك، انا مش عايز من اللي لعب في غير مركزه يأدي. يعني في مباراه نيجيريا مش عايز محمد صلاح يأدي لو لعب في مركز غير مركزه، وان كان بيلعب فيه في بعض الاوقات في ليفربول، وحتى مصطفى محمد مش عايز منه حتى يلمس كور. لكن تعالى بقى للتسعه التانيين اللي لعبوا في اماكنهم، يعني حجازي والونش كانوا بعيد جدا عن مستواهم في المباراه، اكرم كان كويس قبل ما يخرج، لكن طبعا الاصابه دي حاجه قدريه، احمد فتوح برده قبل ما يخرج كان مستواه متوسط، النهارده وسط الملعب اذا كان موجود نني ولا حمدي فتحي ولا تريزيجيه كانوا بعيدين عن مستواهم وبيلعبوا في مكانهم، عمر مرموش بيلعب في مكانه كان بعيد عن مستواه. فاللي اقصده ان احيانا المدرب بيألف، فلازم تحمله مسؤوليه، لكن كمان اللاعب لازم يفهم انه مش بريء طول الوقت. لازم اللاعب يفهم انه عنده كمان مسؤوليه زي مسؤوليه المدرب، اللاعب هو مدرب جوه الملعب، ففي اساسيات في الكوره مش مقبول ان انت واللاعب كمان هو أدرى بكتير من كيروش في الحالة اللي احنا بنتكلم عليها بانعكاسات اللي هيعملوه على الجماهير طبعا، والتحفيل اللي ممكن يتحفل عليه، لأنه هو الراجل مصري وعارف الحالة عاملة ازاي، وعارف تطلعات الجماهير عاملة ازاي. فمثلا الاستلام والتسلم ده هو المدرب هيعلم لاعب بيلعب في منتخب مصر يستلم الكرة ازاي ويباص الكرة ازاي. كنا بنشوف اخطاء في التمرير، في التمرير حتى القصير. انا برضو ادي العذر، لسه مسافرين ومسافرين قبلها بكام يوم، واجواء الكاميرون فعلا قاسية، وفكرة انك تلعب 3 و6 في المعادين دول بيبقى الجو لسه فيه حرارة زايدة شوية، والجو مش مناسب. فاحنا بدأنا نعتاد على الأجواء، عشان كده نتوقع ان شاء الله بكرة هيكون التوب فورم بتاعنا وهنظهر بشكل كويس يا رب.